جه ميعاد قضيتنا اللي دايما بنسيرها مع حضراتكم في كل اسبوع في هذا البرنامج. وقضيتنا المره دي يمكن تكون مصدرها مقال وليس مصدرها خبر. والمقال في الحقيقه هو كان للاستاذ والمفكر جمال البنا، والمقال كان بعنوان تطور الخطاب القبطي من الموده والخلاص الى الخصومه والصراع. وده كان الحلقة الثالثة من المقال اللي تبلغ حلقاته 9 حلقات واللي بينشر في المصري اليوم. في الحقيقة واحنا بنقرا الخبر واحنا بنقرا هذا المقال لفت نظرنا جدا، لكن قلنا انه طالما هنقابل المفكر الكبير جمال البنا يبقى هنناقشه في هذا الموضوع، وهنناقشه ايضا في مواضيع كتير جدا أثارت جدل وأثارت على الأستاذ جمال نفسه جدل كبير جدا. عشان كده معانا النهارده الأستاذ جمال البنا. أستاذ جمال، بمرحب بحضرتك يا فندم معانا في موقع نبض للتحول وبرنامج جولة في الصحافة الأسبوعية. أهلا بك. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. أستاذ جمال، قرأت مقال حضرتك وتتبعت مقالاتك السلسلة اللي بدأت، ووصلنا للمرحلة الثالثة من هذه السلسلة، نشرت بالأمس في جريدة المصري اليوم. والعنوان في الحقيقه استاذ جمال عنوان مثير، او انا يعني اللي خلاني اقرا المقال، انا بقرا لحضرتك دايما بس هذا المقال اللي شدني فيه عنوان، وانا اعتقدت للوهله الاولى ان حضرتك داخل في صدام مع الاقباط. ليه بقى؟ لان العنوان بيقول تطور الخطاب القبطي من الموده والخلاص الى الخصومه والصراع. يعني الاقباط وصلوا، حضرتك عايز تقول من اللي انا فهمته من العنوان، وربما المقال لم يحوي هذا تحديدا ولكن اعتقد في المراحل الجايه هيحوي دوت لانها سلسله، ان عايز تقول ان الخطاب القبطي دلوقتي بقى خطاب يعني في صدام مع الاخر وليس في تصالح. فانا عايز استفسر من حضرتك، هل حضرتك فعلا عايز تقول ان الخطاب القبطي وصل لهذه المرحله؟ طبعا تقريبا. ولما نقعد نقف على الاشياء يبقى يمكن نضطر الى اننا نقارنها بما سبقها مثلا. فالخطاب الديني في الاربعينات وفي اثار ثوره 19 بالنسبه للاقباط كان ليس للاقباط مطالب. فاهمني؟ على طول المجله بتاعته كده زي الاخبار. الاسس بيخطبوا في الجوامع، والمشايخ يخطبوا في الكنائس. روح عجيبه جدا انتفى فيها المعنى الطائفي. طب معلش اسمعني يا استاذ جمال، هل وجود مطالب للاقباط، هل حضرتك ده بتعتبره نوع من الصدام؟ يعني بدل يعني الناس تقعد في بيوتها لما تتظلم وما تقولش احنا لينا حق، يعني تسكت؟ ما دي سلبيه يا استاذ جمال كده. كويس. هي العمليه انها ابراز هذه العمليه. فاهمني؟ ينم عن ان في خطا. طب الخطا ده عند مين؟ ليه يفرض؟ ليه يحرم الاقباط من مطالبهم؟ المفروض انه لا يحرم. فاهمني؟ تمام. في الاربعينات، وطبعا احنا عايزين عارفين ان الاستعمار البريطاني كان توصل الى عقد مؤتمر قبطي في سنه 11. كويس. يعني ما كانش بموافقه الكنيسه كلها ولا كل الاقباط، ولكن كان بتاثير الاستعمار البريطاني، واثاره انتهت مع ثوره 19 ومع المرحله الليبراليه. وبعدين حصلت عوامل خلت الخطاب الديني القبطي يتحول من الطابع بتاع الموده والمحبه، وان الكنيسه هيئه للخلاص، وان الاقباط جزء من مصر الى اخره، الى خطاب اخر يبين ان الاقباط لهم خصوصيه، وان هذه الخصوصيه بتحارب، و المفروض ان لهم كذلك مطالب، والمطالب دي بتنكر، وان الكنيسه والبابا هو اللي يتولى الـ الانتصاف لهم. فاهم؟ طيب يعني استاذ جمال بس عشان نوضح، يعني حضرتك هل اعتراضك ان بقى في صوت للاقباط، ولا اعتراضك ان الصوت ده بقى ينبع من الكنيسه؟ عشان بس نفهم. لا، هو الاعتراض الاول على ان الكنيسه هي اللي
لأن ليس مطلب الكنيسة أبدا حتى لو كان الأقباط لهم مطالب دنيوية إنها تطالب بيهم. تمام. طب مش مطالب. طب أقطع حضرتك ليه؟ لأن الأقباط مواطنين مصريين ويمكن أنهم يطالبوا بمطالبهم عبر القنوات العادية كمصريين. طيب سؤال بس. أما أن تتبنى الكنيسة هنا بقى هيبقى فيه التحول. تمام. فاهمني؟ والتقدم. طيب استاذ جمال انا معلش بقطع حضرتك لاني بس عايز افهم والناس عايزه تفهم ومش عايز ابان قدام الناس ان انا يعني ضد حاجه ضد حاجه، لا انا عايز استفهم واوضح لحضرتك والناس برضو تفهم. لجوء انا مش عايز ابرر موقف الكنيسه، لكن حضرتك كم قبطي في مجلس الشعب يعبر عن مطالب الاقباط؟ مفيش غير حاليا وزير يوسف بطرس غالي واثنين جايين بالتعيين. تمام؟ هل حضرتك ما هو يعني انا عايز اقول انه الكنيسة وجدت نفسها في هذا الدور مجبرة وليس مخيرة. رأي حضرتك ايه؟ لا. التكييف ليس دقيقا. هو طبعا خطأ هذا، وانا اول واحد قلت ان من حق الاقباط بطريقة ده. من حق الاقباط ان يمثلوا. ماشي، بس هم مش ممثلين. ايوه تمام، مش ممثلين. خلاص، يبقى الاقباط كمواطنين والمسلمين كمواطنين مهمتهم انهم يجيبوا للاقباط حقهم. طب يا ليس الكنيسه. طيب ما هو المسلمين بيضربوهم، يعني خلينا وحضرتك انت مدافع كبير جدا عن ما يحدث للاقباط من المتطرفين، المسلمين المتطرفين بيضربوهم. المسلم طيب لا يعني اقصد اقول لحضرتك انك بتشجب هذا، انه بتشجب هذا العمل صح؟ طيب يعني دول بيضربوهم، ويعني حضرتك شايف كل يوم ما بين كل يوم واخر لسه عندنا منزلين في الموقع عشان حد بيصلي في مكان كنيسه دخلوا عليهم ضربوهم ومنعوهم. الكلام ده لسه من يومين. وعلى المستوى الرسمي مش ممثلين، طب يعملوا ايه؟ ما هو يعني ما هو لازم يكون يعني حضرتك لازم نتكلم في الواقع مش نتكلم في المثاليه، حضرتك اللي بتقوله ده مثاليه.